Merhaba değerli izleyiciler, Ankara Özel'deyiz. Bugün kıymetli bir konuğum var. Kendisi Iraklı, Irak Kürdistanı'ndan. Irak Reform ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Bildiğiniz gibi IŞİD'le birlikte Irak Kürdistanı'nda, hatta Irak'ın genelinde çok ciddi gelişmeler oldu. Ülkemizi de çok yakın ilgilendiriyor. Biz basında tartışmadığımız halde, çünkü RTÜK'ün kararı var. Ama yine de şunu da ifade etmek lazım ki şu anda 49 tane büyük elçilik personelimiz, Dışişleri Bakanı diplomatımız da maalesef IŞİD'in elinde. Ben kıymetli konuğumla Arapça olarak bu konuyu konuşacağım ve kendi partisi de yenidir, bir yıllık partidir. Partisinin ne yapmak istediği, nasıl kurulduğunu konuşacağım. Üstad, ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Keyfe halukum. Elhamdülillah, hayır. أستاذ الحزب إصلاح وتنمية نعم. متى أسستم ولماذا أسستم؟ نعم. حزب الإصلاح والتنمية حزب تم تأسيسه قبل تقريبا سنة، وحاولنا الاستعداد للدخول في الانتخابات، متكون من مجموعة من الشخصيات. الانتخابات البرلمانية؟ برلمانية في نعم. إقليم كردستان وكذلك في العراق، متكون من مجموعة من الشخصيات الأكاديمية وأكثر من 7 مراكز دراسات وجمعيات خيرية، وكذلك ساسة قدماء ومجموعة من الوزراء السابقين في حكومة إقليم كردستان، من أجل الإصلاح المجتمع الكردي من كل الجوانب، سواء الناحية السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية، وتنمية المجتمع الكردي لكي تكون هذا المجتمع أو يكون هذا المجتمع مجتمعا راقيا ويستفيد من الخبرات الموجودة، وبالذات خبرة IT. ما هو الأسباب يعني أنتم ما استمرتم مع الأستاذ بارزاني أو حزب آخر؟ لأن أحزاب كثير أسستم هذا الحزب الجديد. يعني الحزب الجديد نتيجة وجود كثير من الأحزاب، سواء الأحزاب العلمانية أو الأحزاب القومية وكذلك الأحزاب الإسلامية. أساس هذا الحزب الانتماء إلى الوطن، يعني الوطن العراقي وبالذات الكردي، يعني على أساس المواطنة وليس على أساس مذهبية فكرية أو تشدد فكري، سواء يساري أو يميني، على أساس المواطنة والاستفادة من تلك الخبرات الأكاديمية ودراساتية، لأن وبالذات المجتمع المدني، حتى يتكون رأي عام في المجتمع ما تكون على أساس الفكر أو شيء من القبيل، يعني نعم. الانتماء إلى الوطن. هذا الأيام الأواخر مجتمع تركيا يهتم الإشد الذي نقول يعني الدولة الإسلامية للشام والبلاد بغداد، تقرب حتى 50 كيلومتر إلى أربيل، هل هذا صحيح ما نسمع؟ الحقيقة الدولة الإسلامية بعد انتصاره على وسحق القوات العراقية بالذات في مدينة الموصل وضواحيها، كان في حدود إقليم كردستان، لم يتم تحرك قواتهم إلى حدود كردستان، لكن تغير استراتيجية الدولة الإسلامية وهاجم مناطق قريبة من أربيل، وتم مقاومة تلك القوات، لكن لم يكن القيادة الكردية تتوقع أنه تكون هجوم على تلك المنطقة، لأن كان هدفهم المعلن الدولة الإسلامية، وكما سابقا كان اسمه الدولة الإسلامية في نعم العراق يعني والشام، كان توجههم للشيعة، وبالذات تم يعني معاونة يعني هذه الحركة من قبل حتى أبناء العشائر الموجودين لكثير من الحيف والظلم اللي لحقوا من قبل دولة مالك. الذي نحن نرى في القنوات المختلفة وجرائد أنهم هم يقتلون يزيديين، يقتلون شيعيين، أطفال، عجزة، هل هذا كله صحيح ما ينشر في الباحث يعلم؟ بطبيعة الحال الباحث يعتمد على الداتا وعلى المعلومات الدقيقة حتى يكون له الرأي. كثير من التسجيلات اللي تصل إلى المنطقة يعني شبه مؤكد أنه هناك عمليات تهجير، لأن من تحدث حرب في أي منطقة من المناطق بطبيعة الحال يكون هناك تهجير،
يعني حتى في حرب الأيام الحرب العراقية الإيرانية كانت هناك هجرة جماعية مليونية للكرد إلى إيران وكذلك إلى تركيا. نعم. نفس الحالة هذه المناطق كانت مناطق حرب شاسعة بين القوات العراقية وكذلك بين القوات الدولة الإسلامية أو كما تقال دولة الإسلامية في الشام والعراق، لكن غيروا الاسم هم الآن إلى الدولة الإسلامية، يعني ما بقى داعش الآن الدولة الإسلامية، حتى كل القنوات العالمية بالذات بي بي سي وصوت أمريكا يقول الدولة الإسلامية، هم يسمون نفسهم دولة الإسلامية. فمن حدث هذه المعارك في تلك المناطق أصبحت هجرة لكثير من القرى والأرياف والمدن المحاذية لموصل والتابع سابقا لموصل. ولكن القتل مجزر صحيح؟ القتل والمجازر اللي تحدث ويتكلم به الوسائل الإعلام، هناك يعني هجرة من تكون هجرة بطبيعة الحال تحدث، أنه كثير من الأطفال يهاجرون وصعدوا إلى جبال سنجار. من يؤيد، من هو مؤيد للدولة الإسلامية، حركة الدولة الإسلامية؟ الدولة الإسلامية نتيجة الظلم والحيف اللي مر على أهل السنة بالذات المحافظات السنية بعد الحراك السلمي اللي بقى، هذه الحراك لمدة سنة واحدة يطالبون برفع الحيف والظلم على المناطق السنية من قبل حكومة المالكي. هم اعترفوا أن هناك ظلم وحيف على الجماهير السنية، لأن السنة شريحة كبيرة في المجتمع العراقي. هذا الظلم أدى إلى أنه أي منقذ يأتي من أي مكان، هؤلاء بدأوا بالسلمية، لكن من حدث أنه يعني الاعتصامات اللي كانت موجودة في الرمادي، في الفلوجة، في سامراء، وكذلك في بغداد، في مناطق أخرى، في تكريت، أصبح الضرب الجيش العراقي المحسوب على الحكومة مالكي ضربهم بالحديد والنار، وفضل الانتفاضات السلمية اللي كانت موجودة، تجمعات كانت موجودة. فهؤلاء من رأي نوري مالكي هل أظن يعني صحيح أنه هو يعترس يعني شيعة بكثير ويزعم على السنة في العراق كثير؟ هناك أكثر من 200,000 سجين من الطائفة السنية، معظمهم شباب ومعظمهم حتى في أيام طارق الهاشمي كان نائما لرئيس الجمهورية كان يزور السجون، معظمهم هؤلاء شباب السنة وهؤلاء أبرياء. طبعا نوري مالكي عندما خرجت أمريكا من العراق فورا هو استطاع أن يمسك طارق هاشمي ويسجنه. هو المؤامرة كانت على السنة، أول السنة كان صوتهم أنهم ما دخلوا بالعملية السياسية بصورة قوية في المرحلة الأولى في 2005 من تم تشكيل الحكومة العراقية بعد الانسحاب القوات الأمريكية من العراق أو وتشكيل الدولة العراقية أو الجديدة. فما اشترك السنة اشتراك يعني مميز بثقل كبير، لكن بعد اشتراكهم لأن طارق الهاشمي كان شخصية مؤثرة في المجتمع العراقي وبالذات كان هو من أهل بغداد وحصل على أعلى النسب في الانتخابات وحصل على أكثر من 10 كراسي برلمانية بوحده، يعني أعلى النسب برلمان العام برلمان العراق في العراق. نعم. فهذا كان مؤشر أنه هذا الشخص أستاذ طارق الهاشمي له شخصية مميزة في العراق، فأول من حارب مالكي حارب طارق الهاشمي. هل سيرجع؟ لأن الآن نوري مالكي ما فيه، هو ترك يعني. نعم. ترده من المنصب. نعم. وحتى أراد أن يهجم على رئيس الجمهور الذي هو كردي. كردي نعم، الأستاذ جلال الطالباني. لا، جلال الطالباني الآن. نعم، الدكتور فؤاد معصوم. فؤاد معصوم. نعم. بعد ما حدث يعني الحكومة تشكيل جديد، هل طارق هاشمي سيرجع إلى بغداد؟ هذا يعتمد على السنة. الآن هناك تحرك سني من الزعامات السنية العليا من المجمع الفقهي العراقي. نعم. من العلماء، هيئة كبار العلماء وأساس العراقيين. هناك قبل فترة كان لهم مؤتمر في إسطنبول، ويجوز أن يكون لهم مؤتمرات في هذه الفترة. السنة كما يقول حتى الأمريكان بدون إشراك السنة وإشراك حقيقي وإشراك الكرد وإشراك الشيعة ما تكون هناك حكومة ديمقراطية أو حكومة ناجحة في العراق. جرب الدكتور المالكي أكثر من 8 سنوات أقصى السنة وأقصى الكرد، 8 سنوات مباشرة، يعني مرحلتين دورتين انتخابيتين هو كان رئيسا للجمهورية، أقصى الكل، كان وزيرا بالوكالة لوزارة الدفاع،
نعم. كان وزيرا لوزارة الداخلية وكان وزيرا للأمن القومي. معظم الوزارات تمركز في يد المالكي وأعين وكلاء، في حين كان الاتفاقية اللي حدث. هل حكومة جديدة شكلة؟ لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة اللي حد الآن لم يتم. ماذا ترى يعني كرجل سياسي؟ نعم. رئيس الحزب كيف ترى الجديد؟ نعم. الأخ الجديد الذي هو سيشكل الحكومة يعني يعتمد على السنة الشيعة يعني كل الأطراف كل التيارات؟ نتيجة التغييرات الجديدة اللي حدث في الواقع العراقي أو في السياسة العراقية والجغرافيا السياسية العراقية تغير. جرب الشيعة 8 سنوات في الحكم وما نجحوا الحكم. أنا في نظري هناك سياسة عالمية لعدم إنجاح معظم الحركات الإسلامية سواء كانت شيعية أم سنية، من يكون لهم مقاليد الحكم أن يكونوا أن تكون هذه الدولة دولة ناجحة. هذه أنا في نظري سياسة دولية، ولو أنا قليل ما أؤمن بنظرية المؤامرة، لكن هذه سياسة دولية. عدم إنجاح الحركات الإسلامية سواء كانت سنية أم شيعية في تسنمه للحكم، تكون إدارة ناجحة، حكومة ناجحة، حكومة ديمقراطية، حكومة تداول سلمي. أثبتوا أنه الشيعة خلال 8 سنوات ما نجحوا، هذا واحد. لماذا؟ ما هو السبب؟ لم ينجحوا لأن كانت حكومة طائفية. الجيش قادة الجيش كانوا طائفيين، معظمهم القادة قادة من الشيعة، لم يتم إشراك السنة. من يحكم فيهم من الخارج؟ إيران؟ كان الدور الإيراني دور كبير. الدور الإيراني هناك ناس متطرفين أو متشددين كقاسم سليماني. قاسم سليماني له سياسة إقصاء، سياسة إقصاء، وسياسة أنه الشيعة منذ 1924 من تم تشكيل الحكومة العراقية تم إقصاء الشيعة بنظرهم. نعم. الآن يجب أن الشيعة يقصون السنة ويقصون الكرد. وهل تعاونوا أيضا مع بشار أسد؟ تعاونهم تعاون مباشر مع بشار الأسد، سواء من الناحية الإعلامية وناحية الاقتصادية وناحية السياسية وناحية العسكرية. كثير من العصائب اللي كانوا موجودين. أستاذ، كيف اعتقادك هل الحكومة الجديدة سيرجي من هذا الذي فشلوا فيه؟ أنا في نظري صعبة. الخروج هذا من هذا من عمق الزجاجة، هذه الأزمة صعبة، لكن هناك إرادة لمعظم الشعب العراقي موجود. الخروج من هذه الضيق، من هذا الباب الضيق إلى الدنيا، لأن هناك كثير من الخيرات في العراق، هناك كثير من رجالات السياسة، رجالات الاقتصاد، أناس أكاديميين أثبتوا أنه الشيعة ما نجح، فيعيدون النظر، يجب أن إعادة النظر. وكذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعاد النظر الآن، يحاول إشراك السنة وأيضا إشراك الكرد في الحكومة الجديدة، لكن شراكة حقيقية وليس يعني اشتراك بمقاعد وزارية أو شيء من هذا القبيل. الآن جاء على الإنترنت أن الأسلحة الكيميائية أيضا في يد الدولة الإسلامية. لا أستبعد ذلك، لأن لديهم ظاهر حسب معلوماتنا خبراء كثيرين، والمدرعات الهمر الأمريكية قاموا بتحديث أشياء معينة يعني حتى تكون مقاومة أكثر للصواريخ. يعني هم لديهم مهندسين ولديهم ناس وسياسة واستراتيجية الظاهر، وليس هذا تجمع أو طائفة أو شيء من القبيل. في البداية كان يقولون أن أمريكا تؤيدهم، ولكن أمريكا ضربت عليهم. كيف؟ هناك سيناريوهات. سابقا كان يقال انه الدولة الإسلامية في العراق والشام من صنع الحكومة الإيرانية والحكومة السورية، وأيضا كان يقال انه من القبل الأمريكان حتى تكون درس للشيعة، لأن كان هناك توسع شيعي وأصبح العراق تقريبا محمية من محميات أو منطقة تحت النفوذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالذات قاسم سليماني. هذا كان درس يقال انه كان لتأثير الايرانيين على داعش في سوريا، هذا قول. لكن الان بدا من كانوا قريبين من منطقة ديالى، وديالى قريبة من بغداد، وديالى قريبة من ايران، فاصبح تهديد الامن القومي الايراني. اذا هناك تحليلات انه الدولة الاسلامية يتم تحريكها من امريكان، لكن انا كباحث
وكرئيس حزب ما لا استطيع ان اقول بالجزم. هناك هذه اقوال، لكن الان بدأوا انه يتقربون، يضربون الشيعة ويضربون الكرد وايضا يضربون كل معظم الحركات اللي موجوده اللي ما ينفيهم البيعه. نعم. لابو بكر البغدادي. نعم. فيتم اقصائهم او الخروج من مناطقهم. الان الدوله الاسلاميه يملك ثلث العراق. يعني مسيطره على ثلث العراق ويملك الثروه النفطيه. كثير من ابار النفط. ثلث العراق. ثلث العراق، كثير من ابار النفطيه واحد. وكانوا يملكون سد اكبر اكبر سد في العراق. سد موصل اللي كان تولد كهرباء كبير ويستطيع أنه، لكن تم إزاحتهم والآن يحاولون الوصول مرة أخرى إلى السد حتى يسيطرون على السد ويحصلوا على أكبر سيلوهات الحنطة والشعير. إذا يكون الاستقرار في الحكومة الجديدة، حكومة العراقية، هل دولة إسلامية يتعاون معه؟ لنا دراسة حول هذا الموضوع. نعم، لنا دراسة. أحد السيناريوهات الموجودة أنه تحدث لا سمح حرب طائفية تمتد في بغداد والمناطق المختلطة من الشيعة. هذا أكبر السيناريوهات. مجموعة عندنا من السيناريوهات نتيجة حزبنا درس مجموعة من السيناريوهات، لكن السيناريو الواقعي الحالي هذا السيناريو كما مكتوب لنا الدراسة. حرب طائفية تمتد من بغداد، في بغداد والمناطق المختلطة من شمال باب الوديالة، شمال باب الوديالة، وتستمر مدة من الزمن بسبب وجود عوامل مستمرة متفاقمة للتصعيد المتقابل. عمليات التطهير الطائفي في المحافظات والمناطق السنية من جهة، وهجمات الدولة الإسلامية على التجمعات الشيعية الكبيرة في أطراف محافظة نينوى كما حدث في تل عفر، كما تحدث في الكركوك، مناطق اللي الموجود في الطوائف الشيعية التركمانية، وكذلك تفجير المزارات الشيعية، أيضا تم تفجير المزارات الشيعية من جهة أخرى. وقد تصر القوى المسلحة الثائرة على الدخول إلى بغداد، يعني إصرارهم الدخول إلى بغداد. نعم. كل الدلائل كانت أنه الآن لحد الآن يصرون الدخول إلى بغداد. انسحابهم من مجموعة من المناطق الكردية أيضا في الآونة الأخيرة تدل أنه هناك مخطط إلى التقارب إلى منطقة بغداد، لأن ما نجحوا في المنطقة الكردية، لأن معظم المناطق اللي كانوا مسيطرين عليه رجعوا، لكن بمساندة القوات الأمريكية وقوات البيشمركة أيضا تقدموا إلى مناطق متقدمة. قوات البيشمركة ما استطاعوا بنفسها يهجم، يعني يوقفوا هجماتهم، كما سلبوا من الأمريكا حتى أمريكا كما صرح الرئيس مسعود البرزاني. برزاني. نعم. قال الدولة الإسلامية تمتلك أحدث الأسلحة الأمريكية، لأن معظم الأسلحة الأمريكية اللي كان بيد الجيش العراقي أصبح الآن بيد الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية. وكذلك معظم البنوك اللي كان فيها مبالغ ضخمة أكثر من نصف مليار دولار في الموصل أصبح لديهم، وأكبر منابع النفط الموجودة في منطقة الموصل وكذلك منطقة تل عفر، عين زالة وأمثاله، الآن بيد الدولة الإسلامية. إذن هؤلاء أيضا يبيعون النفط يوميا 10 ملايين دولار. نعم. كحزب سياسي أنتم وافقتم على درب أمريكا عليهم أم أنتم تردون؟ نحن حزب كما ذكرنا على مرحلة التأسيس، فنحن الآن نراقب الوضعية، الوضعية الاستراتيجية، لكون لدينا أكثر من 6 مراكز دراساتي بحثي علمي، نراقب الوضعية وننظر إلى أين تصل. نحن في نظرنا بالنتيجة تكون هناك حرب طائفية ضروسة، ويجوز حتى المناطق السنية تحدث سجال بين الحركات السنية أيضا، لأن هناك كثير من الحركات السنية، حركة النقشبندية وحركة الحزب الإسلامي العراقي وكذلك الجبهة الإسلامية الموجودة هناك وكذلك الدولة الإسلامية. نحن نتخوف من هذه المسألة. يعني يجوز حتى إذا ما زال دائما عندما يتكلمون سياسيين من خارج العراق يقولون أن نحن نريد توحيد التراب العراق. هل العراق دولة واحدة أو انقسم يعني قبل العشرات السنين؟ نحن في كيف ترون؟ يعني هل توحيد موجود بين الكردستان بين السنة والشيعة؟ أنا كتبت دراسة في سنة 1998
وتم نشره في مجلة الهدى التابعة لمركز الهدى، اللي أنا رئيس لهذا المركز أيضا بالرغم من عملي رئيس المركز الهدى لدراسات استراتيجية. أنا ذكرت في هذه الدراسة في كردستان، نعم في كردستان العراق، فكرة تفتيت العراق بين الوهم والحقيقة وموقع الكردي من هذا التفتيت. أنا في نظري الآن عراق مفتت، حكومة إقليم كردستان الآن مفتت، معناه يعني انقسم، مقسوم الآن، حاليا مقسومة. الدولة الإسلامية موجودة في ثلث العراق، الدولة الكردية أو الحكومة إقليم كردستان كل المناطق الكردية بما فيها مادة 140 يمتلك السلاح ويتم تزويده بسلاح من قبل حتى الأمريكان من دون الرجوع إلى حكومة المركزية، حكومة الاتحادية، أيضا يبيع النفط وكذلك له عالم خاص ورئيس خاص ورئيس البرلمان، يبيع بطريق تركيا عن طريق تركيا، نعم، وحتى تتعاون مع تركيا يعني بالضبط، بدون أي إجازة. أنا في نظري كباحث وكرئيس حزب، حكومة إقليم كردستان سائرة إلى إقامة دولته الخاصة به، وأنا أنظر أنه هناك استراتيجية، يجوز أنه حتى الحكومة التركية وحتى الحزب العدالة والتنمية، أنا في نظري كباحث، نعم، لا يكون معارضا. لماذا؟ لأن هناك حزب العدالة والتنمية أيضا استراتيجية ل 2023 تكون أكبر الدولة في المنطقة من النواحي حقوق الإنسان، من الناحية الاقتصادية، من كثير، من لكوني باحث وأدرس هذه الاستراتيجية. الحكومة إقليم كردستان حكومة معتدلة، حكومة له علاقات كبيرة استراتيجية اجتماعية، علاقات لهم عمق استراتيجي للسياسة التركية أيضا، والسياسة التركية لهم عمق استراتيجي. لكن إذا تكون إقليم أيضا للسنة كما الوارد الآن في دراستنا، هناك إجماع شبه إجماع لدى قيادة السنة أن يكون للسنة إقليم، هل الإقليم يكون له عمق استراتيجي للإقليم الكردي؟ والإقليم الكردي ومع الإقليم السني لهم عمق استراتيجي للسياسة التركية، عمق استراتيجي لتركيا، كما السياسة المرنة أو القوة المرنة، soft power. أنا في نظري يعني لا يكون حتى في تركيا انزعاج حتى إذا تم تأسيس دولة، لأن هذه الدولة تكون عاصمتها في أربيل وليس في ديار بكر. نعم. أنا في نظري أيضا من الناحية السياسية ومن الناحية الاستراتيجية، حزبنا يتصور أنه تكون العلاقات ويكون علاقات استراتيجية، وكذلك حد للامتداد الشيعي في المنطقة أو الهلال الشيعي. أنا في نظري هذه الاستراتيجية موجودة ضمنه. والآن عندما تحدث هذه الحرب لا سامح الله، حرب سنية شيعية، تكون هناك بزوغ دولة كما تم ذكر هذا معظم الباحثين الترك، أيضا أنا أنظر لهم مجموعة من الباحثين يكتبون حول الدولة الكردية. إذا تحدث حرب لا سامح الله أهلية، الآن موجودة، حرب مذهبي موجود، تؤدي بالمستقبل إلى تفتيت العراق إلى ثلاث مناطق أو ثلاث كيانات موجودة. الحزب البكيكا، حزب العمال الكردستان، أيد يعني البشمركة حتى يضافوا على أتربة التراب الكردستان. هل التعاون الذي رأينا يعني يفيد الأكراد، أو أكراد كيف يرون هذا التأييد؟ من جانب أفاد، لأن كان الحالة الواقع الكردي بعد هجوم الدولة الإسلامية إلى المناطق الكردية ودخول المناطق الكردية وبالذات مناطق سنجار، كان نعم. لحزب العمال الكردستاني في جبال سنجار دور كبير لإيواء معظم النازحين اللي خافوا من أثر يعني احتلال الدولة الإسلامية منطقة سنجار، ومنطقة سنجار تابعة للموصل لكن منطقة كردية، منطقة تقريبا منطقة متنازع عليها، ف يعني كانوا ملجأ ومأوى ودافعوا عن المهاجرين الكرد. من جانب هذا شيء في النظر الإقليم هذا شيء جيد، لكن بقاؤهم في جبال سنجار، بقاؤهم في جبال سنجار كما الآن هم في قنديل، نعم، هذا يقلق الساسة الكرد، يقلق نعم قلق للسادة الكرد، السياسة الكرد بالذات حكومة إقليم كردستان
ورئيس الإقليم مسعود البرزاني. نعم. آخر سؤالي أستاذ، التركية حكومة حزب عدالة وتنمية دولة تركية منذ سنتين يحاول بجهد كبير أن يحل قضية الكردية، مشكلة الكردية في داخل تركيا، وتعاونوا مع أوجلان، يتكلمون مع قادة البيكيكا في القنديل، وهنا أيضا حزب كردي سياسي في داخل البرلمان، وحتى رئيس الحزب هو حصل تقريبا على 10%، ويعني أخذ التأييد من الأتراك أيضا بكثير. نعم بالضبط. كرئيس حزب سياسي في الكردستان العراق، كيف ترى هذا موضوع، هذا الملف في تركيا؟ أولا الملف الانفتاح حول حلحلة المسألة الكردية، أنا أرى أن استراتيجية حزب العدالة والتنمية منذ مجيئهم 2002 للحكم، ونتيجة علاقاتي مع الأستاذ الفاضل نجم الدين أربقان، وهؤلاء نعم. كانوا طلاب نجم الدين أربقان ورباهم، أنا أنظر هذا وشجعتهم في وقته عندما استشاروني وأنا ضمن المركز الهدى للدراسات الاستراتيجية الحكومة التركية. نعم، أصحاب الحكومة يتشاورون معكم. نعم، تشاوروا معي في فترة 2003 حول في كردستان أو في هنا؟ نعم نعم، أنا جئت إلى هنا مرات. نعم. كثيرة. جيد. والتقيت بهم، فشجعتهم على الانفتاح وكذلك حلحلة المسألة الكردية سواء في الكردستان العراق، وكذلك أيضا إقامة علاقات استراتيجية مع الحكومة إقليم كردستان، وحتى استخدام كلمة كردستان لأن استخدمها أتاتورك سابقا. كان ممنوع؟ نعم، هذا الموضوع. نعم. أنا تكلمت به كثيرا سابقا، وكثير من الاستشارات تم استشارات أعطيتهم هؤلاء كانوا يحلون الحل المسألة الكردية. جيد. هذا شيء ممتاز. أصحاب البيكيكا أيضا يتشاورون معكم، مفروض نشجعهم أيضا. هم شجعناهم أيضا، الآن يضربون بعض المناطق في تركيا مرة أخرى، في ديار بكر، دجلة، وهنا وهنا. في معظم مقابلاتي في الفضائيات الكردية وكذلك المحليات، تلفزيونات المحلية، أتكلم عن هذا، أنه يجب حلحلة قضية الكردية في تركيا سلميا، من عدم اللجوء لا الحكومة التركية إلى السلاح ولا البككة والقوات الكردية المعارضة للحكومة باللجوء. لكن أوجلان الحقيقة الآن موقفه موقف ممتاز، وكان توجيهاته جيدة، تعاونه مع دولة حكومة جيدة ممتازة، وأنا في نظري الحل في صالح الجميع، لأن في صالح حزب العدالة والتنمية لأن له استراتيجية، الاستراتيجية يجب أن يكون هناك أمن وأمان، وأيضا لصالح البككة وكذلك المجتمع الكردي في تركيا أيضا في صالح العام، لا لأن الحرب لا يأتي بخير. أستاذ، هل نعم لا يأتي خير لأي نعم. جهة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يقول يا ويح قريش، لقد أهلكتهم الحرب، ما ضرهم لو خلوا بيني وبين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على المنهج السلبي، يقول يا قريش لماذا يحاربوننا؟ نعم. خلي يتركوننا بيننا وبين الإسلام، يكون الحوار تصل بالديالوج، والحوار تصل إلى نتائج لا تصل إليه بالحرب. أستاذ، منذ يعني عشر سنين الآخر أواخر، هل ترون التطورات الاقتصادية أيضا في الكردستان تركيا؟ نعم، أنا أنظر أنه أنا كنت أزور في سنة 91 إلى كردستان تركيا، كنت أرى كأنما يعني خراب، لكن خراب. الآن هناك تقدم كبير، هذا دليل على نجاح الحزب العدالة والتنمية. صحيح. ومعظم الأحزاب المؤتلفة معه، وشجعناهم في وقته. الآن الناس يعيشون إلى حد كبير في أمن وأمان، ولا يخافون قتل الابن التركي ولا الابن الكردي ولا الابن العربي، هذا شيء ممتاز، الكل يستفيد منه. وهذه التجربة العمق الاستراتيجي، أنا قرأت مرات عديدة العمق الاستراتيجي الأستاذ وزير خارجية سيد داود أوغلو، أستاذ داود أوغلو، والرجل له عمق الحقيقة اللي حلحلت كل المسائل بواسطة العمق الاستراتيجي، لأن تركيا في يوم من الأيام كان يقود تلك البلدان في الدولة العثمانية والخلافة العثمانية، فكان الكل يعيش تحت خيمة الدولة العثمانية كاعتبار كان آخر معقل للمسلمين، الخلافة الإسلامية، في أمن وأمان، وكان لهم إمارات وكان لهم فيدراليات. نعم. وكان لهم مشروع أنه الجامعة الإسلامية، أحد أسباب سقوط الخلافة
نظرتهم تبني السلطان عبد الحميد لفكرة صحيح. الخلافة الإسلامية. إذن وأنا أشجع الكرد الآن من هذا المنبر لكوني كردي وسياسي كردي، يعني الحقيقة اللي حصل عليه الكرد هذا ممتاز، حصلوا عليه بالسلم ولم يحصلوا عليه بالسلاح. بالسلاح. إذن الكل يجب أن يتوجهوا، وسياسة حزب العدالة والتنمية سياسة مرنة الحقيقة، وأنا أشجعهم ومن هذا المنبر يعني أبارك الأستاذ أردوغان لفوزه المرة الأولى بالاستفتاء العام من الشعب التركي وحصل على ما كنا نتوقعه نحن في مرة 52%. 52% هذا شيء ممتاز، وكذلك الكرد وأثبتوا أنه معظم الأحزاب الأخرى بالرغم أنه علاقاتنا الجيدة لكل الأحزاب الموجودة في تركيا ما حصلوا بمجموعهم على نسب، وأصلا أنا في نظري من هالمنطلق كانوا يخافون الدخول في هذه الانتخابات، لكن الكرد من دخلوا هذا الانتخابات بشجاعة، والشاب له برنامج وله استراتيجية أيضا صوت له وحصلوا على نسبة ممتازة بحدود. أستاذ أشكرك، بارك الله أهلا وسهلا، نبارك حزبكم ونبارك برنامجكم، والقناة 5 مفتوحة لكل إخواننا. الشكر موصول. ولكم أي وقت زرتم إلى تركيا أهلا بكم. بارك أيضا قنواتنا ووسائلنا الإعلامية ومراكزنا الدراساتية أيضا في خدمتكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. Kıymetli izleyiciler, bir Ankara özelin daha sonuna geldik. Kıymetli konuğum Doktor Muhammed Bayzani, kendisi Irak Reform ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Ben kendisine teşekkür ederken size de hayırlı günler diliyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle efendim.